ولا بمسك ولا اسمع. ما عدتش احسن اللي ضاع. اهلا بكم في برنامجنا نجوم الترند. شايفات حماده واللي جاي حماده تاني خالص. في نجوم كتير اتكلموا على السوشيال زي انا مثلا النجمه جاجا صاحب الكليب اللي حضر لها عفريت شرف زي بابا عماشه صاحب كتاب حرب الكتاب. بابا هنكمل حلقه من هنا. تعملي من غيري بخيانه. انا نايم شامم ريحه غد. انا وشي منور زي البت. مش علشان سموني عماشه ومش عايزين نقطع على الشاشه، انما انا مش هسكت ومش هسيب حقي. انا هفضل اغني واقول انا نجم على اليوتيوب. يا ما اتزقمت انا بالطوب، بس انا مش هسكت وهوزع فني. ما انا اصلي في نوم يا ناس موهوب. بابا اصحى عشان نقدم الاستاذة اللي جايه. فين؟ اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ؟ تعالى يا حبيبي. مش انا يا بابا لسه هنقدمهم الاستاذ ومعانا الاعلاميه نيفين سليم صاحبة برنامج اصله ايه؟ اصله ايه؟ مكسر السوشيال ميديا. اتفضلي حضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. الحمد لله. شفت المقدمه بتاعتك؟ ربنا يخليك. اصل انا شاعر. عامله ايه؟ شاعر بحاجه هتحصل ايه؟ الله اعلم. لا ان شاء الله خير. السلام عليكم. ومعانا ومعاكم الاعلاميه الجميله نيفين سليم. سليم انا سوري. وصاحبه برنامج اصله ايه؟ البرنامج اسمه اصله ايه؟ اصله ايه. طيب حضرتك احب اعرفك على نجوم الترندات اللي معانا. يا ريت. نبدا بالترند اللي على اليمين ده المتحدث الرسمي هيقول لك اني غباشي ابو جله المتحدث الرسمي للفنانه اللي جايبه 35 مليون على السوشيال ميديا. اي والله السوشيال ميديا كلها متابعاها وكفر زليبكم كله متابعهم واحد واحد من كبير لصغير. اي والله يا استاذه زريبتكم كفر زريبتكم. ودي الفنانة. هي الفنانة. دي الترند. الفنانة زوزة. زوزة. السينما تضحك ولا يا زوزة؟ لا دي عاملة أغاني أغاني جامدة أوي. لا 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 وعاملة أغاني جامدة أوي. لا يعني اه على حسب لا دي مش هي برسيم ده برسيم 80. فنعرفك بقى بالحرس يعني. الحرس الخاص انا حبيب قائد الحرس. حرس؟ يعني ده حرس؟ طبعا. ايوه ترند. ايوه مش كبيره نجمه كبيره. ايوه حضرتك قرروا بيها المسار بتاعتها. ايوه ايوه هي دي هي دي. مستغربه ده. ايوه ايوه كان في حرس ونعرفك بالاستاذه. انا بقى الذاكره الوحيده للنجمه. حضرتك الذاكره بتاعتها انت مش شايفه الفيلر اللي معاها. انا كنت فاكره عيني انها عندها حمى ولا عيانه ولا لا لا ولا حمى. لا حضرتك ده احنا لسه عاملين لها عمليه تجميل. تجميل؟ اه والاستاذه هي اللي متابعه معاها. متابعه ازاي؟ لا ده احنا عملنا لها خدنا شويه من قدام حطيناهم ورا. اللي في الحته دي ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش. خدنا من هنا وحطينا هنا. ظبطنا ايه؟ ظبطنا شويه بتاع الوش. تحفه. لا واحب اعرفك كمان قبل ما انسى وقبل ما الكلام ياخدنا على خيشه. يا خيشه ايوه ايوه يا معلم. على خيشه كم ان هير سبيد. حاضر يا معلم. حاضر يا معلم. لما يا بابا بعد اذنك. نعم. ألمع نجمة يا معلم؟ لا دي ما تنفعش. لا دي ما تنفعش تتلمع. دي شوف هتلاقيها هتلاقيها شيء. ما يجيبش حاجة. أنا أجيب لي واحد كابتشينو. لا لا طب نسكافيه. كابتشينو وارميه بره. يا حايشة هات العصير. هات قهوة للفنانة. حاضر يا فنانة. اعمل لها قهوة زيادة. وما تنساش النسكافيه. أيوة يا ريت عندي قهوة يا ابني. بتحب في المعادلة تشرب قهوة. ماشي يا معلم. نسكافيه ها؟ أيوة أجيب لك النسكافيه وكابتشينو. احنا 10 سنين. شكلك يا أستاذ. أيوة طبعا. أمال إيه؟ احنا 10 سنين أنا وهي.
هي بتسأل حضرتك الكالونيا اللي حضرتك حطاها حضرتك اسمها ايه؟ الكالونيا اللي حطاها اسمها ايه؟ لا انا مش حطها. ومعانا ومعاكم النجمة الصاعدة السابقة اتفضلي قولي ايه؟ اسألي عملتي ازاي يعني انا غلطت؟ فالناس الحقيقه كانت بتعرف الاول فكره بسيطه وانا بقولها للاصحاب، فبعد كده هم اعجبوا بالفكره ولقوا ان هم في حاجات كتيره فعلا مش عاملاها. بس ميك اب بس الصوت اه بسرعه عشان انا شايفها. ما تزوديش الاحمر قوي عشان بيبقى فاقع يا جماعه. هي بتتكلم لا لا مش مشكله الكلام، انا عايزه اشوف هي هتعمل ميك اب. وحضرتك عايزه تعملي ميك اب يا استاذ؟ وفي شادو على وشها شيرونا. ايوه لحظة بالله نوعه غالي قوي. وتقلي لها المسخره شويه ولا اسمها البتاع اللي بتعملوا بيها دي. المسخره ايوه المسخره. بصي يعني هي ميتها شويه احمر هنا. لا 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 عشان ما يبقاش كتير عليها. هو بس الجنب ده مختلف عن لا لا. هو حضرتك كمان في ميك اب يعني حاطه لا بس مش زيك طبعا. بس حضرتك عن بيتي كتير. لا هي مبسوطه. وبعدين شايفه الفيلر اللي هي عاملاه حضرتك على كده. هي مبسوطه كده خلاها. ماشي اتفضل يا استاذ. الست كالونيا اللي مغرقه الدنيا. طب علم عليا. ها؟ جاي. جبت؟ اه. يا ابني العصير المرسيك بتاع المعزه هات. جاي جاي يا معلم روح اجيب والله حالا. لا هي كانت عايزه قهوه. سوسو. لا لا انا بشربها قهوه وبتشرب نسكافيه. لا هو المعزه بتاعتنا بترد ليه يا باشا؟ بابا. وربنا. خديه واستاذ هيثم. الاستاذ هيثم بره وهحاول احط. ايه ده؟ يا سوسو. بيعمل ايه ده؟ ما بيعملش حاجه، ده عايز يسلم عليك. ما تخافيش. هيسلم عليك، ما بيعملش حاجه، ما بيعملش حاجه. لا. وايه لازمته هنا ده؟ يا حبيبي يا سوسو. انت المتحدث الرسمي بتاعه هو كمان؟ اه. اشو حبيبي. ده صاحبي من زمان. تمام. بصي كده. خلاص حلو. بيسلم عليك. ماشي. خلاص بقى. خلاص يا قباش. خلاص انا عرفت. ابعده. خد يا حزين. خلاص يا قباش. خليه عندك دلوقتي. بعدين هنسلم عليك. اكل النجمه بتاعتك. يا ريت عشان هي جعانه. يا ابني عيب انت جايب لها برسيم تاكله للمعزه. هات لها حشيش، هات لها كزبة علم كره. كلي كلي بابا احنا كلي يا فنانه. حلاوه؟ وانا اقول الجو ساقع. هي بتحب تاكل بالراحه كده. هو استاذ هيثم فين؟ استاذ هيثم لا لا لا. كلي يا فنانه. حضرتك ايوه يا استاذ هيثم. اكلي يا فنانه. بصي بص ما تاكلش من ايد حد غير من ايد انا. خلاص يلا حبيبي. يلا يا جيشه. والله يا جيشه اللحمه دي ما تمسكش القرف ده. انت بقى اكلها. امال هتمسك ايه بقى؟ تبقى دلعيها. عارفه لو دلعتيها هتاكل ايه؟ ما هي متدلعه خلقه هي مش محتاجه حد. هي بتقول عايزه تاخدك معاها كفر سيرفيس. لا تحس انك تغني معاها هناك. لا لا ازاي؟ هي مش ترند. اه طبعا. خلاص بدات 35 مليون عشان بتاكل برسيم. هي مش بتاكل وصفه. ده عامله فيديوهات جباره. يا عم يعني هو كل فيديو مختلف عن التاني. اه طبعا. طب يعني فيديو بتاكل بس مره بتطلع مع جدي، مره بتطلع مع خروف، مره يعني هي بتعمل فيديوهات كده هم والزريبه. بس محترمه. اه لا محترمه. اه طبعا. ما بتلبسش كارت زي ما انت شايفاها متحجبه ازاي؟ لا هي من عيله محافظه. اه من عيله محافظه. هي هتطلع ترند فعلا اكتر واكتر. ده ليه؟ الاسبوع الجاي جوازها. تاكل ايه؟ لا جوازها خلاص. جوازها ما شاء الله. في جدي بيتكلم عليها. ما شاء الله. هنعمله في الزريبه مول. هنعمله في الزريبه مول. الفرح بتاعها في الزريبه مول كده وعازمين طبعا. انزلي كفر زريبته كله هتلاقي النور ماسكه الشوارع كلها. طيب طبعا. استاذه هيثم فين؟ انا هقول لك اهو. بص يا هي استاذه بس طالبه منك حاجه. استنوا يا جماعه. استاذه طالبه منك حاجه بتقول لك غني لها اغنيه. يا جماعه دي مذيعة يا ابني مش مطربه. بص حضرتك غني لها انت يا حزين بقى تسمعي المواهب. طب الحزين يغني لنا بس الاول الاغنيه عشان كانت عايزه تسمع الاغنيه. طب نغني الزيز الاول. نغني الزيز الاول. هغني الاغنيه. اه اكتر اغنيه وبتفتح عليها. ايوه كل يا حبيبتي. كلي كلي حصل. كلي انت يا هفتان. نغني معانا. ماشي نغني مع بعض يا استاذه نبيل. يلا قول. انا معاك. يلا واحد اثنين ثلاثه. ما زمانها جايه جايه.
بعد شوية جاي لعب عجل مقمع قريبة معنا شنطة فيها وزوجك بتقول وقمع بصي نخش بالموهبة الأولى استنوا بقى عشان المواهب طب أنا عايز أسأل سؤال هي أستاذة مذيعة على قناة ليه؟ أنا بتطلع معايا؟ لا إحنا بنسأل أنت حضرتك مذيعة على قناة ليه؟ هي حضرتك مذيعة على قناة ليه؟ لا 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 برضو وراكي شغل صح؟ اه ايه هتتفرج على الموهبه الاولى؟ ايوه اتفضل موهبه معلش يا استاذ عيسى انا عبد الربيع عامل اغنيه مكسره الدنيا على السوشيال ميديا جايبه 2 مليون مشاهده لولاكي لولا 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 وحماتي بيبسي كانزي كولا لولاكي ما حبيت من يومه هو لا ده جميل من يومه هو لا وحضرتك ما سمعتيش من يومه لا سمعت بس ده ما ينفعش يطلع في اي حته ازاي لا ده مش هيطلع المحل ده هياخدها على الدائرة ده ما يطلعش خالص ولا على الدائرة الاستاذة مبسوطة الاستاذة مبسوطة في الشغل الاستاذة عايز يتزود لها فلوس تاني هي مبسوطه وزودي لها البودره خلاص البودره معلش عشان البودره راحت من يا استاذ هيثم الله يخليك بسرعه شويه احسن الفنان عندها تصوير كمان شويه طب الموهبه الثانيه فين الموهبه الثانيه جاهزه بصي اتفضل يلا اهو اهو اتفضل اتفضل سلام عليكم سلام عليكم انا اسمي ايكا الليسي من الدرب الاحمر بغني طرب ومهرجانات وعامل فيديوهات على الستوري مكسره الدنيا هقول لكم ايه بقى وانا ثابت لا يوم اتنسى واسمي بيشرف شايف عيال محدثه شكل المجال خرف برافو الله حاجة فوق الخيال لا 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 ده حاجة فوق الخيال الفنانة مبسوطة أوي الفنانة مبسوطة أوي أستاذ عيسى لا 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 أستاذ عيسى أستاذ عيسى من الموهبة الثالثة الموهبة الثالثة لا قبل ما تدخل الموهبة الثالثة أنا عايزة أستاذ عيسى هو جاي علشان هو جاي هو جاي هو جاي بس الفنانة بتقول لك أنت منفسنا يلا أهو يلا يا جماعة نبتدي بتقول لك أنت منفسنا أوي على فكرة أنا ممكن يبقوا أشهر مني كمان دي دوبه اللي قاعده عايزه فوق جايين على الدائره ما فوقتيش على حاجه لازم توقف عشان العمليه على واحد ايوه على اثنين على ثلاثه توقف على الكوره عشان ممكن يجي وقت حاجه انت بقى تصرفي انت حضرتك يعني انت دلوقتي كلمني يعني انت دلوقتي احنا لو اخترنا دلوقتي حد حضرتك لو اخترتي حد ايوه حضرتك انت لا ثواني يا استاذه بس يا استاذه لو سمحت طب اتفضلي يا استاذه ايوه حضرتك اللي جاي على حضرتك ده مش حاجه لا لا اتفضلي لا لا خلاص معلش اتفضلي انا عايزه اشوف ايوه ما هي بقى مش بتحكمتي اه يا استاذ انت استاذ انت موهبه دي يا استاذ اتفضلي يا استاذ اقعدي واسمعي الموهبه يا استاذ لا يا استاذ هتقعدي هنا لا ما ينفعش انا مكان حضرتك اقعدي يا استاذ اتفضلي يا استاذ انا هقعد ادرس اقعدي بس يا استاذ
يشمني ويخلى بيا وياخد فلوسي وفلوس امي، والواد ابن الحرام لو شفته هقطع له وشه للسيف، ويا مين بقى يدلنا عليه؟ الله الله ايه يا مانتا ده انت ولا جمال عبد الناصر، ايه الحلاوه دي؟ ده تمثيل يا فندم. تمثيل بتاع ايه يعني؟ كان من انهي حته، من انهي مشهد؟ ما شفتش حاجه تاني. ممكن تشوفها في موهبه تانيه؟ لا مش شايفه. ابدعي انا بقول لك ابدعي ما عندك. بصي يا حبيبتي انت دلوقتي مش عاجبك موهبتي؟ عجباك. لا دي جميله، انا على فكره عايزك معايا في ال ايوه اربعه واحده سرسجايه. انا كنت عايزه حضرتك ايه؟ انا عايزه ان انا اعمل يعني تخلي عندك حاجه تعمليها. الفنانه بتقول لك ابدعي. طب ده لا يعني اديها. اسمعي كلام الناس. الناس عامله 35 لا حاجه على فكره. اسمعي بصي هاني انا حاجه هتاخدك هي الممثله بتاعتك. ده فندم هو ده اللي انا عملته. عاجبك ولا مش عاجبك حضرتك؟ لا مش عاجبني. بس عاجبك الفنانه. انا عاجب الناس. عاجب الفنانه قوي. اسمعي المواهب اللي لسه فنانه عاجب الناس. لا شوف يا عم يا استاذ هيثم وصيني. والله وصيني. لا انا عايزه استاذ هيثم. فين هو؟ هو جاي. امال انا عايزه إيه؟ لو سمحت بقى وقفوا كل ده لحد ما يجي استاذ هيثم. بس هيثم لا حاجه. انا حضرتك بس خلاص يا حاج. يا عم انا مش عايزه اتلم. يا خيشه هتلاقيها ورديش قصدي هتلاقيها قهوه. ما تعصبهاش. ايوه ممكن تبقى استاذ هيثم علشان انا. طب انا اقول لك على حاجه. صحبه عمرك اللي انت ما كنتيش عارفاها. طب انا ممكن لو سمحت استمر معاكي في بعد ما يخلص. لا ما انا عايزه دلوقتي سياد. ليه يعني؟ هو كده يا عافيه بلطجه هتصور معاكي دلوقتي. هي ترنداي. ترنداي برضه؟ اه ترنداي. انتوا اخوات؟ اه اخوات. اه عشان كده انت شبهني انت شبهني. لا لا لا. طب ليه الغلط ده بقى؟ اللي ما تعرفوش طب هتصور معاكي يعني هتصور معاكي. زوزه قالت لي فيها شبه منك. شبه قالت لي فيها شبه مني حضرتك. وانا ما رضيتش اقول لك. ولا تعرفي حضرتك. حضرتك ولا تعرفك ازاي بس يا استاذ؟ يا جماعه انا اصلا ندمت ان انا جبت. يا استاذه من البيت. يا استاذه من البيت. يا استاذه من البيت. مش بقى حط اقول لك نكتب البرسيم. يا استاذ يا فندم احنا هنصور مع المعز احسن منك. النجمه دي نجمه دي نجمه دي نجمه دي 35 مليون. لا 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 روحي بس روحي تصوري معانا. روحي تصوري معانا وهيجي ده. 35 مليون. صوري مع النجمه. لا دي مش نجمه. دي مش نجمه ترند. دي نجمه ترند. النجمه زوزو. بتحكي لها يا حبيبتي. بصي بصي بتعتبر نفسها واخده من الجمهور. ممكن موهبه تانيه مع ناس. الفلوس بتغير يا استاذ. اللي هم النواب. الموهبه دي خالصه. انا مش عاجبني اي حاجه من الحاجات دي. هيجيب لي موهبه احسن واحسن. الفلوس بتغير يا استاذ قوي. موهبه ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا نسيتوني انا دنيا بوم. انت دنيا بوم؟ بوم؟ ايوه. بتعملي ايه؟ انتي بتفرقع. بتفرقع في رمضان؟ لا بقول لك ايه مش عايزين غلط كتير. انتي دنيا بوم. مش انتي؟ مش انتي يا دنيا بوم؟ انتي دنيا بوم. لا انا مش بوم. لا دي دنيا غدار. دي مش دنيا بوم. انا يا عم اسكت بقى. طيب. انا دنيا بوم. مين انتي؟ قولي لها بقى نادينا صواريخ بقى تبقى شغلانه طول. ده هي دنيا بوم. مش هينفع. مين انتي؟ اشمعنى جايه على الفنانه ومش قادره تتكلمي معاها؟ اشمعنى بقى؟ يعني انت سايبه النجمه الترندايه اللي واخده 35 مليون. انا اللبسه بتاعتك. عليا النعمه دي احسن منك. لا طبعا طبعا. بس هما فيهم شبه من بعض. طيب انا عايز اقعد يا استاذ. لا 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 ما تقوليش معلش حضرتك. مواهب ايه اللي احنا سمعناها؟ وبعدين استاذ هيثم هيجي. اقعدي بس. اتفضلي يا استاذ. اتفضلي يا استاذ. يا استاذ هيثم الضيف عايزه تمشي. يا استاذ هيثم يا استاذ هيثم انت فين؟ انت فين؟ يا بنتي انا عندي موهبه وغنيها دلوقتي. بقول لك ايه؟ اسمعي انا احسن تفرع في وشنا. اتفضلي يا استاذ بومبا. يا ليل يا ليل يا ليل. اه يا ليل يا ليل. ايه رايك؟ ايه ده ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ لا 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 ل
هي ملخصها ايه ان احنا نسمع الجمال ده ازاي بقى؟ ده انا اللي اديها فلوس عشان تمشي. لازم تسيبها يا استاذ، مش عارف اكمل. لا بقول لك ايه، مش عايزين غلط كتير. ايوه انت نجمه، انت نجمه. هي الفنانه بتقول لي انت بيها رقم تليفون. حضرتك مش حضرتك المنتجه اللي هتنتج لها؟ انا عارفه. ايوه دي المنتجه اللي هتنتج لها. ايوه هي دي المنتجه. هي المنتجه اللي دي كاميرا خفية، احنا عملنا فيك مقلب. وكل سنة وانت طيبة. برنامجنا اسمه نجوم التريند.